الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما سجلت أسعار البيع والشراء استقرارا في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. في المقابل انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية، وقالت مصادر صحفية أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع بلغ 365 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 360 ألفا. وأشارت المصادر إلى أن سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب العراقي الخالص سجل انخفاضا أيضا عند 334 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 ألفا. ارتفع سعر خام البصرة الخفيف الخميس ليلامس سعر 75 دولارا للبرميل بعد ارتفاع مستمر لأسعار النفط عالميا، وارتفعت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر إلى آسيا بنسبة بلغت 1.55% ليصل إلى 74 دولارا و83 سنتا للبرميل الواحد، مدفوعا بارتفاع الأسعار العالمية، بينما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 33 سنتاً أو ما يعادل 0.49% ليصل إلى 66 دولاراً و98 سنتاً للبرميل. يتجه كل من العراق والسعودية إلى فتح معبر حدودي ثان مخصص للأغراض التجارية البحتة ونقل المعتمرين كذلك والحجاج، بحسب ما أفضت إليه حوارات اللجنة التنسيقية العراقية السعودية التي عقدت عدة لقاءات مؤخرا في بغداد والرياض أخيرا. ويقع المعبر الجديد في محافظة المثنى الحدودية جنوبي العراق مع محافظة رفحاء السعودية، بينما كان البلدان قد أعادا قبل أقل من عام فتح معبر عرعر الواقع بين محافظة الأنبار العراقية وعرعر السعودية أمام التبادل التجاري، ذلك بعد نحو 30 عاما على إغلاقه. وقال مسؤول عراقي إن أعمال إنشاء المعبر البري الجديد ستبدأ قريبا، مشيرا إلى أن هناك مبادرة سعودية لتعمير المعبر وتأهيله من قبلها. سجلت المملكة المتحدة قفزة في التضخم السنوي خلال شهر آب الماضي، حيث ارتفع 1.2 نقطة مئوية إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، ويقوض الارتفاع غير المتوقع وفق فاينانشال تايمز وجهة نظر البنك المركزي بأن ارتفاع الأسعار يمكن التحكم فيه وبشكل مؤقت. هذا ومن المرجح أن يؤدي التضخم هذا الخريف إلى ضغط خطير على مستويات المعيشة في المملكة المتحدة. هذا وواصلت أسعار النفط مكاسبها القوية في ظل تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وارتفع خام برنت بنسبة تصل إلى 0.2% إلى 75 دولارا و64 سنتا للبرميل الواحد، بعد أن استقر على ارتفاع هو 2.5% في اليوم السابق. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 72 دولارا و79 سنتا للبرميل الواحد، بعد أن استقر على ارتفاع 3.1% يوم الأربعاء. إلى اللقاء.